السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم 17 فبراير 2019 وحديثي إليكم هو الحديث الأسبوعي اللي قد يأتي هذه المرة أكثر من مرة في الأسبوع رأيي فيما يحدث هذه المرة سأخصص الحديث أساسا لموضوع كيف نتظاهر هناك حديث عن مظاهرات عن احتجاجات ستخرج يوم 22 فيه أيضا أحاديث أنها ستخرج بعد 22 ربما يوم 24 في أكثر من كلام في أكثر من جهة في أكثر من فهذا هو إجمالا الحديث سيتناول مواضيع التظاهر والاحتجاج قبل ان ابدا في ذلك اريد ان اعتذر لاخواني الكثيرين والكثيرين جدا اللي راهم يراسلوني واللي مانيش قادر نرد عليهم بكل اسف باختصار بسيط لان النهار فيه 24 ساعه راني نقضي ما لا يقل عن 15 ساعه في موضوع الجزائر يوميا والحقيقه احيانا الانسان يشعر بشده الارهاق فاتمنى ان شاء الله على اخواني ان يكونوا متفهمين وأحاول دائما أن يرد يعني أرى فيه ردود لكن مش للجميع الأمر الثاني أتمنى على إخواني التسجيل في صفحتي في اليوتيوب حتى أستطيع أيضا أو يسهل قيام تدخلات من اليوتيوب وليس الفيسبوك فقط لأن يعرف أن هناك من ربما يفضل اليوتيوب لأنه أسهل ولعدة أسباب يعني قبل أن أبدأ حبيت ان ندير ملاحظة اولية لجماعة اللي راهم جماعة الذبان الالكتروني او الذباب الالكتروني اللي راهم ماليين بيهم الساحة واحيانا حتى مش الكتروني حتى حتى في الشارع يعني الجماعة انت على المدخلية يعني اليوم معمرين الفيسبوك هذه الايام حتى تويتر اما صور تعبانات إما صور نتاع رجال أو ذكور وأنا أقول رجال وراه آية وراه صورة وراها مع العلم السعودي مانيش عارف إلى والمهم كل هدفهم هو قول عدم الخروج على الحاكم عدم الخروج على الحاكم عدم الخروج على الحاكم هل تفهم ما معنى الخروج على الحاكم؟ مش راح ندخل في كثير من هذا الشيء، هناك علماء وهناك فقهاء ردوا عليهم وهناك الإنترنت معمره بالردود، ومن يريد أن يذهب بعيد في ذلك يكتب فقط الرد على المداخل، الرد على المدخليه، الرد على الجاميه في جوجل وسيأتيه عشرات الردود، مئات الردود إلا مش آلاف حتى، لكن في سياقنا نحن في الجزائر اللي يقول لكم عدم الخروج على الحاكم إخواني سألوه سؤالين فقط، سؤالين بسيطين يعني مش مش أكثر، السؤال الأول ما هي شروط الحاكم في الإسلام؟ راك تقول عدم الخروج راك تقول لأن الله ورسوله قال لك ما تخرج على الحاكم. كذبا وزورا أنت طبعا، لكن خلينا نسألك سؤال، ما هو شروط الحاكم في الإسلام؟ هل هؤلاء الحكام وأقول في كل الإقطاعيات العربية بلا استثناء، هما الحاكم في الإسلام؟ والسؤال الثاني، ما معنى الخروج مش معنى لا تخرج على الحاكم لم يحرم اي عالم حقيقي اي عالم حقيقي لم يحرم الاحتجاج على الحاكم او التظاهر ضد الحاكم بل ان الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام يقول اعظم اعظم جهاد كلمه حق في وجه سلطان جائر ويقول سيد الشهداء حمسه وسيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امير امره فنهاه فقتله اذا نحن نتحدث عن ما معنى الخروج الخروج اللي اختلفوا فيه العلماء هو الخروج بالسلاح الخروج بالسلاح هذا اختلفوا فيه العلماء هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم بالسلاح أم لا يجوز النقاش كله يدور حول هذه النقطة أما الإنكار على الحاكم هذا حتى لما يكون حاكم مسلم بالمناسبة الإنكار عليه بالصوت أو بالكلام أو بالاحتجاج أو بالوقفة من حرم هذا يعني الصحابي اللي قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اللي قام لسيدنا سيدنا عمر وقال له لا لا سمعا ولا طاعة هل قتله سيدنا عمر هل أمر بسحله هل جاب له الشرطة بالعكس دخل معاه في نقاش وفي المسجد بالمناسبة في المسجد دخل معاه في نقاش ومضى في الحديث معه في بعض الاخوان يقولوا لي راكم انت وامير عاملين لايف في نفس الوقت لست ادري ربما هكذا تعارضت ممكن لان ما كانش فيه تواصل الا حديث سريع اليوم مع آه على كل ان شاء الله فيها خير يعني إذا الخروج اللي اختلفوا فيه العلماء هو الخروج بالسلاح على الحاكم المسلم اللي يقول لك الخروج ما الخروج قل له انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فيه اكثر من سبعين الف حديث بطرق مختلفه ونصف القران هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف كيف تستطيع انت ان تمنع الناس من ان تعبر عما في صدورها وعما ما في قلوبها وهي ترى المنكر وهي ترى الفساد وهي ترى الظلم وهي ترى كيف طبعا هؤلاء البسطاء منهم مستغفلين. لاعبينهم بعقولهم ويعتقد أن الإسلام هو لحية وقميص وسواكه والكحل في العينين وليس أن الإسلام هو صرخة ضد الظلم والظالمين ضد المجرمين، ضد الناهبين، ضد الفاسدين، ضد المفسدين هذا هو الإسلام الحقيقي بعد التوحيد الإسلام كله قيم أخلاقية وصرخات ضد الظلم والظالمين، واللي يحب يتأكد يقرأ، يجيبولك آية هنا وحديث لهيه، ما تجيب لي سبع حديث ولا حتى سبعين حديث، هناك مئات الآلاف من الأحاديث تاع صلى الله عليه وسلم كلها تؤكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك آلاف الآيات، ثم الخلاصة في كل هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا اخواني ما تضيعوش وقتكم معهم ولكن انا ادعو فقط اخواننا المتخصصين او اللي عندهم باع في الدين ان يردوا عليهم وان كنت ان قياداتهم هي قيادات مجرمه هذه قياداتهم هي قيادات مخابرات بدات مع السعوديه وانتشرت في الجزائر وهكذا يعني بكل اسف والم يعني واكثرهم ذبان الكتروني لا يذهب بعيد خلونا نروح للمفيد وهي أنا قلت لكم إن شاء الله ستكون هناك عشر ملاحظات أولية حول حول موضوع الاحتجاجات والمظاهرات أول ملاحظة اللي لازم نطرحوها على نفوسنا ونجاوب عليها هو لماذا نتظاهر أو نحتج لماذا؟ لماذا الجزائريين يريدون أن يخرجوا في 22 فبراير؟ بالمناسبة لست أفهم لماذا الناس البعض يكتب 9 الخروج سيكون بعد صلاة الجمعة من اثنين ساعة اثنين ومن الأحسن الناس تخرج من المساجد واللي ما يصليش نتمنى إن شاء الله يكون يصلي في المستقبل لكن يروح يلقى خاوته عند المسجد يخرج معه والحديث الآن المظاهرة الأساسية فيها أول ساحة أول ماي في العاصمة لكن بطبيعة الحال الناس أنا نقول أن الناس يخرجون في كل مكان هذه بين قوسين فقط. إذا السؤال الأساسي والبدائي الأول لماذا نتظاهر؟ لماذا نحتاج؟ في الحقيقة نحتاج لأن هناك مجموعة إستولت على الحكم بالقوة بالدبابة ثم لم تكتفي بالسلاع على الحكم، نهبت البلاد، خربتها، خربت المدارس، خربت الجامعات، خربت المستشفيات، خربت الطرقات وما زالت تنهب بلا حدود. بلا حدود! باستمرار هذه الجماعة بهذه الطريقة سيؤدي حتما إلى غضب عارم وقد يؤدي لا قدر الله إلى أن الناس قد تحمل السلاح لأن الناس خلاص فاض بهم اللي يروح يلقي في في البحر باش يحرق ولا يقلبها دروق ولا يقلبها آآ آآ خمر هذا راهو خلاص مال راه يأس لا نريد أن تصل الناس إلى اليأس بالعكس الاحتجاج والمظاهرات ثم أن دستورهم هذا دستورهم هم دستور العصابة لا يمنع لا المظاهرات ولا الاحتجاج إذا لماذا لماذا يجو يجو الذبان الإلكتروني اللي الآن ويمضوا فيه يعني؟ نحتاج إذا لأننا نريد لهذه العصابة أن تذهب وترحل قبل خراب الجزائر نهائي هناك خراب كبير والناس راح تعيشوا يوميا مش راح نذكركم به راكم تشوفوه تشوفوه في المستشفيات تشوفوه في الطرقات تشوفوه في في, في في القوانين تشوفوا في العداله القضاء تشوفوا في كل مكان والهدف في النهايه هو ان الـ الـ هذا 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 لماذا نحتاج اذا السؤال الثاني ماذا نريد ما الهدف من هذه الاحتجاجات نريد أن ترحل هذه العصابات وتسلم الحكم للشعب، الشعب يختار من يحكمه وأن تقوم دولة حقيقية تكون في خدمة المجتمع وليس في قهر المجتمع، تقوم دولة تساعد على قيام مجتمع رشد، تقوم دولة تساعد على آه على الخير، على العمل، على الخبزة. على السكن على كل شيء لا تكون الدولة كما هي اليوم في يد عصابات تستخدمها لكي تنهبنا لكي تسرقنا لكي الى اخره اذا نحن نريد رحيل العصابات التي تتحكم في البلاد بدون حق بما فيها او بدءا باسقاط العهدة الخامسة لكن الموضوع ليس عهدة خامسة فقط الموضوع يجب ان نكون واضحين هما راهم عندهم البلومبي. اذا شافوا مظاهرات استمرت والاحتجاجات استمرت على العهده الخامسه فقد يوقفونها ويجيب لك واحد اخر من العصابه وخلاص تحلت المشكلة لا المشكل مش هذا نعم بوتفليقه مشكل لكن ليس هو المشكل فقط هو جزء من المشكل لازم نتفقوا على هذا الامر جيدا النقطة الثالثة كيف نصل لذلك؟ يعني كيف نصل إلى قيام دولة راشدة، دولة العدل والحق والقانون، دولة تكون لما لا تكون أفضل من كوريا؟ لما لا تكون أفضل من تركيا؟ لما لا تكون أفضل من ماليزيا؟ لما لا تكون أفضل من إسبانيا؟ كل هذه البلدان كنا أفضل منها في الستينات وبداية السبعينات حتى الثمانينات بعض منهم مثل تركيا على سبيل المثال إذا آه هذه قلنا هذا ما نريد والسبب الثالث هو نصل إلى ذلك عبر احتجاجات عبر مظاهرات عبر وقفات عبر عدة طرق عبر العصيان المدني عبر عدة طرق المهم أن يكون ذلك بطريقة سلمية هذا مهم جدا هذا هو الأساس نبتعد عن أي عنف مسلح لان حمل السلاح كما قلتها الاف المرات يخدم العصابات الحاكمه حمل السلاح يخدم العصابات الحاكمه يعطيها اكسجين حمل العصابات بالنسبه اليهم مثل الفضلات عزكم الله بالنسبه للخنزير مثل مثل الحشرات والميكروبات بالنسبه للجيفه اذا فلنبتعد على ذلك تماما مرة أخرى بالنسبة لهذا اللي راهم ينشروا في أحاديث لا مقطوعة تماما مثل هذا حديث ولو ضرب ظهرك و و وأخذ مالك أخذ مالك وضرب ظهرك ينشروه بدون فهم له أصلا والحديث أصلا هذا مشكوك فيه لأن اللي تكلم عليه أو اللي جاب الحديث هذا العلماء قالوا أن هذا مشكوك في أحاديث ثم العلماء قالوا ولو صح هذا الحديث فإن المقصود به الحاكم الشرعي الذي مثلا يفرض عليك ضريبة بحق لازم تدفعها هذا وأخذ مالك مش ياخذ قاع مالك بدون حق أو يضرب ظهرك بمعنى أنك ارتكبت مخالفة مثلا تعاقب تعاقب بالسجن تعاقب بكذا تعاقب بكذا هذا هو المقصود فما يخرفونا في هذه النقاط النقطة الرابعة كيف تحضر نفسك للمظاهرة أخواني المظاهرات راهي مش سهلة يعني لازم نكونوا متفقين مع بعض ولازم يكون هناك لكل مظاهرة وكل احتجاج لازم تكون هناك قيادة مش شرط قيادة لازم يكون مانيش عارف أنا عنده دكتوراه أو عنده كان عنده منصب كبير أو عنده كذا أو إلى آخره لا يكفي أن الناس تتفق في الأحيان نتاعها على الناس اللي يعتبروهم ناس محترمين ناس لباس بيهم ناس تثق فيهم ناس صادقين هادو لازم يقودوا الاحتجاجات وهذا انا نوصيهم لما ما قدتوش الاحتجاجات ما تلوموش الشباب وما تقولوش الحرفه لان الشباب قد ينحرف ما عندوش تجربه شباب صغار ما عندهم تجربه قد ينحرفوا قد يستفزوهم فيذهبون في الاتجاه الخاطئ لكن اذا كان هناك العقلاء اللي عندهم خبره عندهم تجربه عندهم حكمه في الاحتجاج فما فيش مشكل ثم الاحتجاج هنا راهو دستورهم لا يمنع من الاحتجاج دستور العصابه اليوم لا يمنع من الاحتجاج اللي يجي يقول لك على راك خارج يقولوا الدستور ما يمنعش دستور بالعكس يقول لك الحق الجزائري في حريه التعبير علاش ما نخرج ورا المشكل اه ممكن تحول الى سوريا ما, تح... ما نحولها الى سوريا لا اللي عنده اللي عنده السلاح معناها تحكمونا بال نحكمكم ولا نذبحكم هذا هو المنطق لو كان حكمتوا البلاد برك بطريقه معقوله ما نقولوش بطريقه راشده كون راكم حبستوا فقط السرقات والنهب والحقره والظلم في كل مكان الناس ما ما تحتش وما تظهرش ومع ذلك شوفوا هاي هناك مظاهرات في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر هذا اللي جيلي جون أول أمس كان عندهم ثلاثة أشهر ومع ذلك خرجوا وكان في تكسار وكان في حرق وكان فيه تدمير ومع ذلك ما زالوا يخرجوا ولم يستطع الرئيس الفرنسي ولا الوزير الدفاع ولا أن يمنحهم حقهم مع ذلك نحن ندعو الناس أن يكون الاحتجاج سلمي حقا إذا المهم نرجع النقطة الرابعة كيف تحضر نفسك للمظاهرة؟ لازم تكون تحضير نفسي أولا لازم يكون هناك تحذير نفسي لازم تكون هناك عندك قناعة أنك تخرج من أجل الحق من أنك تريد الخير لهذه البلاد تريد الخير للعباد هذه من ناحية نفسية من ناحية المدنية والمادية لباس خفيف يستحسن ان يكون جين مع باسكات مع لباس خفيف قدر, قدر الامكان حتى تكون الحركه خفيفه ايضا يستحسن وأهم شيء في كل هذا هو ان تحمل معك جوالك تحمل معك تليفون موبايل هذا مهم جدا مهم للغايه لان التصوير الفيديوهات الصور هذا سينتشر عبر الأنترنت سينتشر عبر العالم وسيخيف هذه العصابات وسيجعلها تتردد في استخدام العنف إذا قضية التليفون اللي يكون مشحون ويكون جاهز هذا مهم جدا واللي عنده زوج تليفونات ياخذهم في اثنين حتى إذا له واحد يبقى الثاني يخبيه ويبقى فيه واللي يقدر يدير شرائح يصور بها ثم يخبي الشريحة باش إذا فتشوه ما يديروش ما يدوهالوش يكون افضل هذا مهم جدا آه الشيء الاخر الشيء الاخر هو في شخص روي يكتب ودار البين راه يقول وين تكون انت انا تحديتهم وقلت لهم اتحداكم لو تسمحوا لي بالدخول لانه مانعيني من دخول وطني ولا استطيع ان اطير في طائره بدون ما يكون عندي تاشيره او جواز سفر ندخل وتشوفني وين نكون فقط آه اذا مهم جدا قضيه الجوال قضيه اللباس قضيه انك تاخذ معك كاشني مثلا الماء بلاستيك قرعه بلاستيك فيها الماء آه حتى بالنسبه للناس اللي ممكن يخافوا من الغاز المسيل للدموع او كذا يكون معاهم الخل مهم جدا لكي يروح يذهب الموضوع نتاع الاثار تاع الغاز المسيل للدموع النقطه الخامسه في هذه الملاحظات الاوليه سامحوني اخواني لاني في الحقيقه راني شديد الارهاق ولذلك راني نتنفس حتى بصعوبه نتيجه للتعب المستمر لكن مع ذلك أحرص أن أكون معكم العصابة الحاكمة قد تستخدم العنف نعم العصابة الحاكمة قد تستخدم العنف وهي حتى مع جنود وقدماء الجيش قدماء الجيش اللي بعض منهم دافع على هذه العصابة كان يظن أنه يدافع الوطن لكن في الحقيقة هم الآن فهموا بلي كان يدافع على عصابات استخدموا معهم الضرب والقزول والجرح والسجن إلى آخره ماذا ماذا نفعل إذا في هذه الحالات؟ في هذه الحالات أهم شيء دائما أن نظل سلميين كلما كنت سلميا وتعاملت بهدوء مع إخوانك في, آه في قوات الأمن قوات القمع كلما كان ذلك في مصلحتك كلما أدى ذلك إلى التأثير الإيجابي في عناصر الشرطة والدرك لدي كلمة أخيرة في الأخير لعناصر الشرطة والدرك لكن أنت كمتظاهر كمحتج تعامل بطريقة سلمية تعامل بطريقة أخوية تعامل بالحسنى هذا كرم إخوانك حتى ولو كانوا اليوم يحملون العصا للدفاع عن عصابة لأنه يعتبر أن هذا هو الطريق ولا هذه الخبزة والله يسميها ما شئت هم على خطأ لا شك في ذلك لكن راهم ممكن ينتقلوا من الدفاع عن العصابه الى الدفاع عنك ومن ضربك بالعصا الى الاحتجاج والتمرد على العصابه المجرمه ممكن اذا احسننا معاملتهم وهما راني انا نقول لكم يعني راهي تصلني رسائل اكاد اقول يعني بالمئات كل اسبوع من عناصر الشرطه والدرك والجيش والمخابرات ايضا كلها تقول باللي ملينا من هذا النظام والاغلبيه هذه الرسائل تقول لن نحمل عصا او سلاح على الشعب اذا انتفض لان اصلا هذا سيكون في مصلحتنا اذا العصابه الحاكمه قد تستخدم العنف نعم المهم نحن لا نستخدمه حتى الحجر ما ترموش عليهم الحجر اه صح يرمي عليك الغاز مسيل الدموع ممكن تعاود ترفدها وترميها عليه هذه من حقك لكن لا سكين لا سيف لا سلاح لا حجر هذا اخوان نتعامل معهم دائما أنهم إخوان رجال الشرطة والدرك والمخابرات وهذا إخوان المجرمين هي القيادة خصومتنا مع القيادة العسكرية والسياسية وما هم بقيادة إنهم إلا كلاب للقوى الخارجية يحرصون لهم الكنز ويتقاسمون معهم نهب النقطة السادسة إخواني النقطه السادسه كيف نتعامل مع عناصر الشرطه والدرك اذا راني اشرت إليها الان نضيف شيء اذا عندك ورد تقدر تمده لعنصر الشرطه والدرك مدلو الورد مدلو الكلمه الحلوه الكلمة الحسنه قل له انت اخويا انت فقير وانا فقير ما تدافعش للعصابات هل فيه شرطي وهو ابن وزير هل فيه شرطي ودركي وهو, وهو ابن جنرال هل فيه شرطي او دركي بسيط وهو ابن سفير أو ابن قاضي أو ابن والي أبدا إنما هم أبناء البسطاء حتى ولو كان مرت منهم بعض ال... بعض بعض اللي يتصرفوا بتصرفات سيئة النقطة السابعة كيف نتعامل وهذه كانوا كثير سألوني كيف نتعامل مع العناصر العنيفة داخل المظاهرة سواء كانت هذه العناصر هم من أبناء الشعب أي المتظاهرين أو كانت عناصر مندسة les agents provocateurs agents perturbateurs trouble المندسين اللي معروف أن مخابرات دائما تديرهم داخل أي احتجاج أو مظاهرة لكي تخربها أي عنصر يقوم بالتخريب أو التكسير أو قول كلام بذيء فاحش وقفوه أهضروا معاه قلوا توقف على هذا الشيء خذوا له صور صوروه فيديو صور قلوا لما توقفش ننشروها في الانترنت سواء كان مندس أو كان إنسان لا يفهم يظن بالإحتجاج الاحتجاج والمظاهرة هو 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 تهديم المباني العامة هو حرق السيارات الخاصة هو والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة لا أبدا الاحتجاج والمظاهرة يجب أن تكون سلمية ويجب أن نحافظ على المال العام إذا كنا نحتج ضد هذه العصابات لأنها تنهب المال العام فيكون من غير المعقول أن نقوم نحن بتخريب المال العام أو بتكسيره مش معقول يعني النقطة الثامنة أنا نتكلم ببساطة ما حبيتش نعقد هذه الأمور حتى الناس تقدر تتبعه وحتى يكون التدخل سريع لكن ما زال نرجع لهذه النقاط إن شاء الله إذا اضطررنا ما زال نرجع لها النقطة الثامنة ما هي الشعارات التي ترفع شعارات يا إخوان لازم تكون شعارات جامعة ما ترفع شعارات جهوية أو شعار فئوي أو شعار خاص أو شعار خاص بمدينة معينة أو بحي معين أو بطائفة معينة أو بعمال معينين لا أنت ترك الآن تواجه في عصابة أو تريد تغييرها من أجل أن يتحرر الوطن فتأخذ كل حقوقك يجب أن تكون الشعارات شعارات جامعة وطنية جامعة الأعلام لا يرفع غير العلم الجزائري العلم الجزائري فقط لغة شعارات يفضل أن تكون بالعربية وبالأمازيغية خاصة في المناطق الأمازيغية أن تكون حينا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالإسبانية لا مش مشكل لكن ما يكونش كثير شعار بوفوار أساسا بالفرنساوية جيد أحيانا يكون شعار بالإنجليزية مثلا جيد حتى إذا كان هناك إعلام عالمي يأخذ الشعارات اللي مكتوبة بلغة عالمية أو بلغة أجنبية من بين الشعارات اللي ممكن نرفعوها يسقط يسقط حكم العصابات يسقط يسقط حكم الجنرالات لا للعهدة الكارثة لا للعهدة الخامسة شعب يريد إسقاط العصابة نحن ليس لدينا نظام لكي نقول الشعب يريد إسقاط النظام نحن لدينا عصابات ناهبة رديئة فاسدة مفسدة فنقول الشعب يريد إسقاط العصابات وقيام نظام الحكم الراشد من بين شعارات أيضا بركات بركات من حكم الجنرالات يا شباب قولوا معايا الدياراس هي الإرهاب الآن اسمها الدياساس بالمناسبة يا عميروش نوضوا شوف سرقوا تزاير بالمكشوف ارفع صوتك كل الناس رانا كرهنا الحقرة خلاص ارفع صوتك قول للناس رانا كرهنا الحقره خلاص هذه من بين شعارات لكن بطبيعه الحال الناس المهم ان تكون شعارات موحده جامعه مفهومه ما فيهاش كلام بذي واحذروا شعار راه ينتشر هذه الايام احذروا اخواني وهو شعار يا بوتفليقه يا المروكي هذا شعار خبيث بوتفليقه اولا مش مروكي بوتفليقه جزائري لكنه ولد في المغرب والجزائريين اللي ولدوا في المغرب بمئات الالاف واللي ولدوا في تونس بمئات الالاف كانت الحرب انا ذاك لم يكن ذنب احد ان ان يولد خارج الوطن لكن مع ذلك المغرب بلدنا تونس بلدنا ليبيا بلدنا كل هذه بلداننا واوطاننا لكن الشعار هذا يا بوتفليقه المروكي راه يري يراد به الاساءه للشعب المغربي وتوجيه وتحريف النقاش احنا ما عندناش مشكله حتى لو كان جا مغربي ما عندناش مشكله معاه احنا عندنا مشكله معاه لانه لص لانه كذاب لانه دجال لانه سارق هو من معاه من جابوه اللي جابوه اللي جابهم اذا هذه حذر وحذر احذروا من هذا الشعار شفت قبل قليل واحد بعث لي مجموعه من ما يجي في المظاهرة الى اخره ومدخلين السم في العسل مدخلين هذا الشعار واحذروا ايضا ان تقولوا يا بوتفليقه يا المعوق كاين اخواننا اصحاب الاحتياجات الخاصه المعوقين كما نقولوا بالدارجه يتاثروا من هذا لازم نحافظوا على شعورهم احنا ما عندناش مشكله يعني بوتفليقه معوق لكن عندنا مشكله لانه جاء بطريقه غير شرعيه حكم بالفساد حكم بالرداء حكم بالكذب ونحن هو كانسان نتعاطف معه لكن نكره أن يكون محنط تماما وأن يستمر بالنهب باسمه كما كان هو في أيام اللي كان مازال مشى رجليه إذا إخواني النقطة التاسعة هي أريد أن أوجهها للطلبة برغم انها لا تتعلق مباشره بالمظاهرات لكن اريد ان اوجهها للطلبه والعقلاء اخواني الطلبه انتم المفروض راس الحربه في كل العالم في كل الازمان منذ ان ظهرت الجامعات والكليات طلبه هم اللي يواجهوا طلبه هم اللي يقودوا ما تبقاوش حاصلين في العدس في الترونسبور وفي الكوس وفي الموديل هذا والموديل هذاك وفي الفساد حروا بلادكم حروا وطنكم باش تمتوما تتس تلقوا أماكن تلقوا مناصب تلقوا أقل شيء ما تخرجتوا لي بطال حامل شهادة ماجستير ليسونس إنجنيير، دكتور بطال انخرطوا في هذا الحراك وفي هذه العملية لاسترجاع الجزائر للجزائريين أه نقطة عاشرة بالنسبة لأماكن الاحتجاجات والمظاهرات كل الناس في كل الولايات في كل المدن في كل البلديات في كل القرى الناس تحتج أمام المركز الرئيسي للسلطة في الولاية تاع وهرن ولا في ولاية تاع المركز الرئيسي هو الولاية ودار الوالي احتجوا أمام الولاية ودار الوالي أين المدن اللي ما فيهاش ولايات احتجوا أمام رئيس الدائرة والدائرة لكن افضل احتجاج واكبر احتجاج لهز العصابه هو احتجاجات العاصمه من استطاع منكم ان يذهب الى العاصمه فليذهب حتى يوم قبل يومين قبل يعني بكل تاكيد النهار الاخير راح يوقفوا الناس روحوا يوم او يومين او ثلاث ايام قبل العاصمه ترعبهم لان هناك مراكزهم هناك مكاتبهم هناك السفارات والقنصليات وبالتالي يخافون من ذلك وهناك يكون ربما الإعلام شوية أكثر خاصة بعض الإعلام الأجنبي فهذا يرعبهم ادخلوا عليهم العاصمة فإنكم غالبون بإذن الله العاصمة ثم العاصمة ثم العاصمة مرة أخرى أذكر أنه بالنسبة لي هذه الاحتجاج القادم تاع 22 فبراير لازم يكون بعد ظهر الجمعة لأن الناس اللي كاتبين على التسعة تاع الصباح راه في مخادعة سواء فهموها وما فهموهاش الجزائريين في الغالب ما ينوضوش على التسعة تاع الصباح نهار الجمعة حتى في الأيام الأخرى كثير من الجزائريين لأنهم بطالين وعاطلين من الشباب ما ينوضش قبل 12 ثم أنه الناس عندها الصلاة اللي بالنسبة لي يصلي فكيفاش ينوض على التسعة يروح الظهر وبعدين تسعة تاع الصباح الناس ما تظهرش على تسعة تاع الصباح خلونا نكون شيء منطقي وعقلاني شوية إذا لازم يكون بعد ظهر الجمعة وفي الغالب المظاهرات والاحتجاجات تكون ما بين الظهر والعشاء من الوحدة إلى العشرة التعليل مثلا ليس قبل ذلك إلا في حالة خاصة وفي أوضاع خاصة كلمة أخيرة بالنسبة لإخواننا في رجال الأمن ورجال الشرطة رجال الدرك رجال المخابرات رجال الجيش شوفوا إخواني أنتم راكم شعب كله مقهور شعب كله مظلوم ما عدا أقلية قليلة جدا مستفيدة من هذه الأوضاع لكن أنتم راكم مقهورين قهر كبير قهر داخل الثكنات قهر داخل المراكز من طرف ضباط فاسدين إلا من رحم ربك ثم القهر الأكبر، القهر النفسي تروح تواجه خاوتك شعب الفقير واحد نحلو بيرمي واحد تدلو بروسي واحد له كذا واحد له كذا وانت عارف ان القانون لا يطبق الا على الضعفاء انت عارف انك لا تستطيع ان توقف بن جنرال او بن وزير انت عارف ان مرات اللي وقفت فيها بن وزير او بن جنرال كان وينهبط ضربك بكف قال لك انا بابا جنرال قال لك انا بابا وزير انت عارف هالشيء ولذلك لازم تقوموا مع خاوتكم اتمردوا على الاوامر اللي تامركم بضرب اخوانكم راه الدين يمنع ذلك والعقل يمنع ذلك والاخلاق تمنع ذلك ما تكونوش عصا في ايدي اللصوص والمجرمين اللي ينهبوا في البلاد ويخربوا فيها انتم ابناء البلاد حينما تتحرر هذه البلاد تاخذوا حقوقكم تكون عندكم نقابات دفع ليكم يكون عندكم شفافيه الاعلام الحر يكتب عنكم ما هوش توصل انك تنتحر او تحرق او تقلبها دروغ او تقلبها بانديليزم وبانديتيزم بالعكس اول من يتحرر حينما تحرر الجزائر هم أبناء القوات المسلحة في كل مكان. أنت أيها الضابط في المخابرات، أنت لحماية الشعب ولحماية الوطن وليس لاختراقه. على كل إن شاء الله راح تجيني فرصة ونكتب رسائل مفتوحة لإخواننا في كل الأجهزة. سواء القوات المسلحة أو الجهاز الدبلوماسي أو القضاء أو الإدارة العامة حتى نضعهم أمام مسؤولياتهم حتى ما يجيش واحد يقول ما كناش عارفين بالنسبة للأخير بالنسبة للناس اللي عم يقولوا الخارج اليوم كما تعرفوا صرات مظاهرة في لاربيبليك في الجمهورية ساحة الجمهورية في باريس وكانت مظاهرة كبيرة فحي الله اللي نظموها وحي الله اللي قاموا عليها وان شاء الله تكون مظاهرات واحتجاجات هكذا في كل عواصم العالم اخواني اللي راكم تسألوني فيا ماذا نفعل في الخارج احتجوا امام سفارات العصابه وين ما كانش سفاره احتجوا امام القنصليه هذا اضعف الايمان ايضا بالنسبه لكم انتم لكم في الخارج اكتبوا رسائل لرؤساء الحكومات ووزراء الخارجيه ووزراء الداخليه في البلدان اللي راكم قايمين فيها للي دي بي تي في امريكا في بريطانيا في كندا في استراليا في فرنسا اكتبوا لهم قولوا لهم بلي تحكمون عصابه لا لا تدعموا هذه العصابه لا تتركوا حكومتكم تدعم تدعم هذه العصابه نريد الحريه للشعب الجزائري وايضا بالنسبه للناس في الخارج يمكنكم كتابه شعارات مثلا نعطيكم مثال تعرفوا دار واحد مثلا قال هذا عمارة بن يونس في, في فرنسا أو سعداني في بريطانيا أو في ألمانيا أو أي مسؤول تعرفوه اكتبوا على الحائط وين يسكن روحوا اكتبوا قولوا هنا يسكن لس نهب أموال الشعب الجزائري إيسي أبيت أن فولور إيسي أبيت دو لا بيغر الجيرواز دو لا مافيا الجيريان الجيري دي غوفرنمون الجيريان كينيبان جوفيرنو اكتبوا عليهم في سياراتهم اكتبوا في جدران الـ بأننا هذون سيديزيس كرو بالانجليزية اكتبوا هي ليفز كروك هي ليفز الذيف أمام بيته لما تعرفوا البوت المهم تكونوا متأكدين حتى لا تظلموا أحدا اذا هذه من بين النقاط اللي قلت بالنسبه لأخواننا في الخارج لكن كاين نقاط اخرى ان شاء الله مازال نتكلموا عليهم في المرات القادمه في الاخير راهم ملاو الشوارع المدن والعاصمه والطروليات والليبانير هذوك بصور تاع المحنط وماشيين في استفزاز كبير اخواني وين تجدوا هذه الصور مسقوها الباس اللي تلقاو حاط صور تاع بوتفليقه اكتبوا له بلا بانتير وقف يا لص الراجل منتهي محنط كيف ننتخبوا على واحد محنط جعلتونا مهزلة أمام العالم جعلتونا مهزلة كونية مسخرة ما تخلوش هذه المساخر تتم اكتبوا المشروع تاع لابانتير اكتبوا لهم في كل مكان اكتبوا لا للعهدة الخامسة تسقط العصابات يسقط حكم الجنرالات يسقط حكم اللصوص اكتبوها في كل مكان لعلهم يرتدعون قبل فوات الاوان اخواني راهو التغيير لما ما تمش سلميا لا قدر الله قد يتم بالعنف ويومها تكون كارثه على البلاد اذا كلما انخرطتم اكثر في عمليه التغيير السلمي كلما نجيتم اسركم وصرنا اهلنا واهلكم وطنا من الضياع واللي يقول لك الفتنه والاحتجاج قل له الفتنه كما يقول بن باديس هي الحاكم الظالم سئل ابن باديس عن الفتنة فقال هي الحاكم الظالم نعم هي الحاكم الظالم الفتنة أن يولوا أولادنا وإخواننا يهربوا في البحر وبعضهم يموت أن يولوا إخواننا وأبنائنا الآن مسجونين في كل بلدان العالم بعضهم يسرق باش يعيش ألا تجد أسر واش تاكل ألا يجد أطفال باش يروحوا المدرسة هاي الفتنة الحقيقية الفتنة الحقيقية أن الجزائر غنية وغنية جدا ولكن تنهب عصابات من أجر ما وجد وتتقاسم النهب مع القوى الكبرى والقوى الاستعمارية حياكم الله إخواني ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته